السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو هذا اليوم غادي نشارك معكم ايفاكلار دي بليس ديال لا روش بوزاي. بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل ديال حب الشباب، ديال مشكل ديال الحبوب، يعني سواء البشرة ديالهم جافة او البشرة ديالهم دهنية، يعني قبل ما يستعملوا هذا ايفاكلار دي بليس ضروري يعني خص تيكون عندك واحد الجينيتوايون على حسب البشرة ديالك. بعدين يعني كتنقي البشرة ديالك، ومن بعد يعني هاد ايفاكلار دي بليس كتستعملها بشكل يومي، يعني كل صباحا وكذلك مساء، يعني كتستعمل بشكل يومي. من بعد هي يعني هاد لاغوش بوزاي، يعني اون فوا مثلا كتستعملها ضروري يكون عندك واحد الواقي ديال الشمس على حسب البشرة ديالك، سواء يكون ديال لاغوش بوزاي اونتيليوز ولا ديال شي ماركه اخرى. بالنسبه لهذا لاوش بوزاي فكلار دي بلس، كاينه هذه ديال الليل وكذلك تتكون ديال النهار اللي تتكون فيها الحمايه اس بي اف. بالنسبه للفوليوم ديالها 40 ملي، فهي كتواجد في لي بارا فارماسي وكذلك لي فارماسي. بالنسبه لاغام ديال لاروش بوزي فهي زوينه بزاف، هذه كيقيدوها لي ديرماتولوج اخصائي ديال اطباء ديال الجلد ديال البشره على العموم. فهي اونتي امبيرفيكسيون اونتي مارك، فهي يعني اون فوا مثلا كديرها ما خصكش يعني تكون في واحد يعني في واحد لوكال اللي هو مزيان، غير اون فوا مثلا كديرها ما خصكش يعني تقرب الاشعه ديال الشمس ولا مثلا اشعه ديال اللي تتكون في المطبخ، يعني هذا مكان يعني اون فوا يعني كتستعملوها يوميا صباحا ومساء، ولا مثلا ممكن تستعملها مره واحده بالليل وفي الصباح كتغسل وجهك وهذا الشيء اللي كاين. بالنسبه للفوليوم ديالها 40 ملي، فهي صنع فرنسي، فهاد لاغام هادي زوينة بزاف، كلشي كيشكرها. وهي كتكون مقطوعة بعض الأحيان، يعني ماشي ديما تتكون، على حسب يعني الكونتيتي اللي كاينة. هذا مكان يعني كتستعملوها جميع أنواع البشرة، تو تيب دو بو آل سكين. بالنسبه لهذه يعني اون فوا مثلا كديرها، يعني ما غاديش تنشف ليك البشره ديالك ولا سميتو ولا دير لك شي اعراض ولا داكشي ما كاينش، يعني كتبعها بحال واحد لو تريتمون على حسب يعني حتى يكمل داك التريتمون. اون فوا مثلا هي كتبعها، اون فوا مثلا تيكرمو دوك الحبوب، عاد من بعد كتاخذ واحد لي سيكال ديال لي سيكاتريس ديال لاروش بوزاينيت، كتاخد سيكا بلاس ديال لاروش بوزاي وكذلك لا سيكا بلاس ديال لاروش بوزاي فيها يعني ديال بي ام ديال كاينه ديال الليل، وكذلك كتكون ديال النهار اللي فيها الحمايه 50، يعني نفس اللي فيه نفس سميتو، غير بالنسبه لهذيك اللي فيها الحمايه تتكون زايده في البري ديالها ماشي بحال الاخرى. هذا مكان الا بغيتي تاخذوهم، يعني تاخذوهم الاحسن من لي بارا فارماسي، يعني هذا الشيء اللي كاين. والله روش بوزاي هي واحد لا غام اللي هي معروفه يعني من قبل، يعني فهي زوينه بزاف بلا ما نشكروها. كاين غامات اللي هما واعرين مزيانين، هذا الشيء اللي كاين. اللي مازال ما اشترك في القناة ام زي بيوتي، كنلوحو في هادي برودوي اللي هما كوسميتيك، يعني اللي هما ميديكال. هادشي اللي كاين، اللي عندو اي سؤال او تساؤل خليه ليا الكومنتير، حنا غادي نجاوبوه شخصيا هذا المكان. وما تنساوش يعني تعليق الزوينه ديالكم، هذا الشيء اللي كاين، وتشاركوا الفيديو مع العائلات ديالكم.